مشان الله يا عابدين، مشان الله ما بقى بدنا مشاكل. والله صارت العين حمرا عليك. كرمال الله يا عابدين ما بدنا مشاكل، انتبه على حالك. وبعدين ما ناقصنا نرجع نهلق مع الفرنساوي. لك ما قدرت امسك حالي يا جماعه، ما قدرت. لك كانوا رح يفوتوا ويخربوا الدنيا. صلوا على النبي، هلا هذا اللي صار. بس الاكوس من هاد كله انه نضل كلنا ايد وحده بوجهه لهذا الفرنسي حتى ينقلع بعضنا عنا. المفروض تتدخل حكومتنا وتمنعه. ايه هيك المفروض. شكلنا بحياتنا ما رح نرتاح منه. ان شاء الله كل اهل الحاره بوقفوا بوجهن لاهل الفرنساوي وما بيخلوهم يفوتوا عتبه هالحاره. ان شاء الله. علوه لا تزعلي ولا تنقهري تقبريني. هي ام رمزي طول عمرها كلامها دج وما بتزينه. يمكن مقهوره على ابنها شكري مشان هيك حكت هالحكي. ايه ما كان في داعي تحكي هالحكي. هزت لي بدني وزعلت ام زكي والنسوان وهن الضيوف ببيتي. حصل خير حبيبتي، كل شيء بيتصلح. المهم انتي ما تزعلي لانه بكفي اللي صار فيكي. تقبري عدوينك ان شاء الله. بس ما بصير تحكيها قدام الناس، نحن بشو هي بشو؟ اختي كل واحد بيحكي باصله. تقبري قلبي، هدي حالي ولا تخلي ببالك لانه هذا الكلام كلام عدوي. مزبوط أم منصور عم تحكي مزبوط، لا تحطي ببالك. يا عصمت أبو نبيل بيك، يا ميت أهلين وسهلين. شرف شرف تفضل. اسمع أنا جاي لعند منك مش هروح لعندك على البيت، بدي آخذ خيزران. خيزران؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا أبو نبيل بيك. خيزران هربت. شو؟ هربت؟ إيه نعم هربت. هربت من ليلة ما حضرتك كنت عند مني. لا ومو بس هيك، وسرقت كمان نص صيغة سكرخانة. ولك أنت شو عم تحكي؟ ولوين راحت؟ شو بعرفني؟ عم اقول لك مخلوقة هربت، يعني معقول تقول لي وين رايحة؟ ودورت عليها؟ وليش لحتى ادور عليها؟ تصطفل، هي حرة، أنا أصلاً ما عاد إلي دخل فيها. عصمت، هذا اللي صار كلياته من تحت راسك أنت وابنك، كان لازم تصلح غلط ابنك وبسرعة. هذا اللي صار، شو أعمل؟ ماشي، أنا رح دور عليها، بس إذا سمعت أي خبر عنها تجي وبتخبرني. حاضر. حاضر أبو نبيل بيك، بخبرك. حسبي الله ونعم الوكيل. يا مو، تركي من إيدك تقبريني، روحي جيبي العدسات خلينا ننقيها على بكير. يلا. حاضر يا مو. الله يرضى عليك يا رب. الله لا يوفقك يا فخري. معقول اتركه ينفض بعملته؟ كيف بدي اشتكي عليه وانا هربانه من وش الداخليه؟ بشكي لله وهو بياخذ لي حقي منه. لكان نحن بنظرهم نطلع قتالين قتلها. يخرب بيتها يخرب بيتها، ما بتستحي. قال شو؟ الحكي شغال على كل رجال حارتنا وبدهم يطالعوهم من الحارة بالغصب. والله مو خبرية، أبي ينحكى عنه هيك حكي؟ بعدين شو خص النسوان بكلام الرجال؟ وهي ليش لحتى تحكي وتتبوجا؟ لأنها علاكة تقبريني. هي بدها تقطع رجلنا من عندها، عرفتي ليش؟ لأنها عم بتقولك لأم عزام. وحياة عينكم ما فوت لها ياها، وحياة هذول دبارة عندي إلا ما توع تحت إيدي. يا رب، بس يا خوفي نسوان الحارة يصدقوها وينقلبوا علينا، لأنه هن ما بيعرفوا معدننا. ما بيطلع لها يا بوران، وحياتك ما بيطلع لها، لأنه نحن معروفين مين نحن، وأحمد ما عنده تطبخ. لو ما كانت مقهورة ما كانت حكت، ليش غيرها ما حدا حكى؟ ليش هي الوحيدة اللي تبوجقت؟ إيه هذا حكينا؟ إيه والله نسوانهم بتتقل بالذهب، ولسانهم مع العالم عسل، لولا هي الشرنة أم رمزي بس. لا والتانية ام بسام كمان عم تشد على ايدها.
قولي على عيونهم إلهي، إيه ما شفتيهم اثنيناتهم كيف آخذين قرني لحالهم ونازلين وتوتة بأرض الديار؟ إيه والله شفتهم، بس مالي عرفانتهم بكل هالوقاحة. يا خوفي تكتر علينا الحكاية بهالحارة، ساعتها وين بدنا نودي وشنا؟ لا وحياتك ما رح تكتر، الكل بدي يسكتهم وأنا مزكي. إذا كان بدك تسكتيهم، إيه تجوزي أبو معروف وخلصينا بقى. شلون شلون؟ أبو معروف طلب لخالتي أم زكي للزواج. مزبوط هالكلام خالتي أم زكي؟ إيه مزبوط، شوفيها وأنا موافقة. شوفيها يعني؟ يا أم زكي بدك تتجوزي؟ عند هالكبرة جبة حمرا. يا عليكي يا كل ما شاف أكل وطاب. يا سلام، لا ورجال من برات حارتنا حارت الضبع. لا حبيبتي، أبو معروف معروف مين هو، بعدين اسم الله عليه صيته مثل المسك. يو هلا حبيتي، هذه كل مرة كنتي عم تدعي عليه. ايه هلا حبيته، يعني شو فيها؟ حبيته من قلبي. طقوا رح اتجوز لك، طقوا طقوا كلياتكم. انا بدي اتجوز خلص. لا ما هي امسكي اكيد جانبك. الواضح انها جانبك. شرف عمي ابو احمد، وهي كاسة الشاي المعتادة اليومية. يسلم ايديك يا احلى ابو سليم، وان شاء الله عبالك اليوم. امين يا رب، بس عمي ما قلت لي شو قصة كاسة الشاي اليومية وليش ببلاش؟ هي قصة قديمة بيني وبين أبوه أبو الصيف الله يرحمه بآخر عمره. تعيش وترحم. شو هالقصة عمي احكي لي اياها؟ ببقى بحكي لك. لك احكي لي اياها هلا، ما ورانا لا شغلة ولا عملة. هذا لا وراك سيدي. أبو سليم وراك. قوم شوف شغلك. أمرك أمرك عمي أبو مصطفى. أبو أحمد. نعم معلم. ما عيتك ما تلهي لي الشغيلة. حاضر يا معلم حاضر. اشرب كاسة الشاي وقوم تسبب. على عيني. طمني شو صار معك؟ تأخرنا يا أبو عزام، طلعت هربانة. هربانة؟ وين رايحة؟ بنص الليل ضبت أغراضها ومشيت، وفوق هاد سرقت الذهب تبع سكر خانو. شو هالحكي؟ هربانة لشيرنا ما حدا يعرف وينها. كيف بدنا نلاقيها؟ لازم نلاقيها قبل ما يسبقنا محجوب ويلاقيها. لو بده يلاقيها محجوب كان لقاها من زمان. بعدين هي بتعرف كيف تحمي حالها منه. بس هذا الواطي فخري حسابه رح يكون كتير 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 عسير. لازم نحاسبه، بس بعدين هلا بدنا نلاقي خيزران. قبل ما نكتب الكتاب خلونا نسمع موافقة البنت. إيش كان؟ ما في مانع. موافقة شيخي. معلش يا ابني الله يرضى عليك، خليها توقف قدام باب الوضاء اسمع منها. يلا يا فتحي هذا الواجب عمي، يلا بسرعة. يلا ان شاء الله خير يا ابني، ان شاء الله خير. ابن الكاشي بعدين. ان شاء الله الف مبروك اخي بسام. الله يبارك بعمرك عمي ابو عادل. الف مبروك يا بسام. علينا يا ابو حمد الله يبارك فيك. ان شاء الله جواز الدهر يا رب. تسلم يا ابو مرزوق، عبال عند اولادك واحفادك ان شاء الله. افرح باولادك. مبروك يا ابي. الله يبارك بعمرك يا ابي. شريف تفضل. تفضل شيخي شريف. يا كريم بالاذن يا جماعه. يلا تفضل تفضل شيخي شريف. الله يهنيهم يا ابو بسام. يلا يلا شريف. يا بنتي يا زمرد، انت موافقه على زواجك من ابن عمك بسام على سنه الله ورسوله؟ موافقه شيخي موافقه. على بركه الله. شريف شيخي تفضل. وحدي بالدكانة، وين مختفي؟ خلي قلبنا عليك تقبرني. كنت عم دور على خيزران طول النهار. بدي لاقيها يا بي. ما شاء الله عليك. مفكر حالك رح تلاقيها. بعدين أنت شو لسه بدك منها؟ بدي حاسبها. شنو سرقتنا يا بي؟ بدك تحاسبها. بدك تحاسبها ولا في سبب تاني؟ لا
لا طبعا طبعا بدي حاسبها. شو السبب الثاني يعني؟ يا ماما مو مستاهلة تضيع نهارك كرمالها. فكرت حالي رح لاقيها. سألت عنها بكل دكاكين الدلالين. قلت لحالي بجوز راحت عند حدا منهم تستكري بيت. وهيك بنعرف وينها. ما بدنا نعرف وينها. وما بقى بدنا اياها. انسوها انت وامك بقى انسوها. خلص عصمت نسيناها نسيناها. شلناها من حياتنا. روت اكلت شيء؟ قوم حط لك تاكل. توكلنا على الله يا جماعه الخير. سمعونا الفاتحه لنيت التوفيق. بسم الله. ابو لكاشي قريت فتحة؟ اي والله العظيم قريتها. تفضلوا يا جماعه شربوا. تفضلوا شربوا شربوا شربوا. مبروك يا بي. ان شاء الله الف مبروك. عملنا ضيف يا بي. صاحب النوم يسلموا. ضيف عم يسلموا. ايه يا مو شكله في تحت سنانك حكي. سمعيني. تعرف العزيزة تعجبها اخطب لك يا عزيزة. والله ما بعرف يا مو. بتذكرها كانت قد الفصعونة وبتلدغ بمية حرف. لك لا زبط حنكة من سنتين وصارت حلوة وملفوفة وراكزة ومحشومة. بتلبق لك. هلا محشومة يا مو هذا أمر عادي. المهم تكون حلوة وملفوفة. حلوة حلوة. وبعدين بيني وبينك الجماعة من توبنا وأخوتها رفقاتي منيح لكان استبينا. بكرة بروح بزوره. إيه إيه شوفي أنت شوفي يا مو. وأبي دخلك شو رأيه بهالقصة؟ ما مصدق تتجوز. هلا هيك؟ كل يوم شاحطينك على الكركون. طيب يا مو شوفي الموضوع ان شاء الله توافق علينا. يو بيلبق لها من نص لسان. من سنتين لزبط حنكة. يصح لها رجال مثلك نخوجي وزقرتي وحلو. ان شاء الله بتقبري قلبي يا مو. قولي هالكلام لجوزك لسه عالطالعه والنازله بيقلل من هيبتي قدام العالم. معلش يا امي معلش. ما عم يحكي قدام حدا غريب. بين بعضنا يعني كل الابهات بيحبوا هيك يحكوا لمصلحه اولادهم. ان شاء الله خير. خلص يا مو انت شوفي المناسب وتصرفي. على راسي. بدك شيء انا بدي اطلع. لا تتاخر بخاف عليك من اولاد الحرام. لك شو اولاد الحرام الحامي الله يا امي. الله يحميك الهي. خلي لي اياكي. الله معك تقبرني. تقبرني هالطله. خلينا ياك يا ابو ان شاء الله على طول ديارك عامره بالافراح. الله يرضى عليك يا ابو. مبروك عبال عنكم يا بي. تسلم يا بي. مبروك يا عزيز. الله يبارك فيكي. عبال عنكم. هذا الشاب فكري. والله شوقتني اتجوز اخي. هز كتافك فكري هز كتافك. قال هز كتافك. لي سنين عم هز كتافي يا بي. وما صار معي شيء. ها ما صار معك شيء. لو اعرف بس وين مخبيهم لك ابي. يعني ما بتعرف وين مخبيهم؟ بعرف بعرف بعرف. خلص خلص بعد جوازة اخوك اذا الله راد بسعى بجوازتك. هيك قولتك اخي؟ يعني 10 15 سنه بالكثير ان شاء الله. اكثر. عروستك انا رح نقي لك اياها اخي. بس وينك؟ بدي اياها حلوه. ها؟ شو حلوه ما حلوه؟ معقول ما تعجبك وهي تنقايه اخواتك؟ لك شو ما تعجبني؟ لك دخيلكم انتوا الله يخلي لي اياكم. ايه؟ ايه ابو بسام، يعني بكره المساء بنلبس المحابس. لك اهلين يا حبيبي ورفيقي شكري. حيو الفكور. شلونك؟ مشتاق لك. صاحبك جوا مو عاطي فرحته لحدا. بيطلع له يا عمي بيطلع له ان شاء الله. عبال عندك سيف فكري. وعندك ان شاء الله. صحيح وينك انت؟ ليش ما جيت على كتب الكتاب؟ فكرنا اهليه بمحليه طلعت طوشه عربان. كنا اجينا. ايوه سيدي ما صار شيء لنا جايين مبارك. يلا تفضل تفضل طريق. يلا 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 يلا. لك يا اهلين بشكري والله شري شري. حيو فكري. هيك يا رفيقي. لك مو على اساس تجي معي لكتب الكتاب. لك مشان الله لا تواخذني. علي الحلال عجاد. هات بوسي هات. بلكي ننعدى منها. ان شاء الله ان شاء الله شري. اهلين 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 عم بشكري. اهلين اهلين. شو اخبارك؟ مستوره والحمد لله. طمني عم يزيدوا ولا عم ينقصوا؟ اللهم لا حسد. خمسه وخميسه. شو جاب هالسيره هلا؟ صار بدها جواز لك. تفضل تفضل. شو قلت؟ ان شاء الله هيك انت وفكري بيوم واحد بعمل لكم عرس. ان شاء الله قادر يا كريم. لا لا مصيبه. تفضل تفضل شرف شرف. يا رب.
اهلا شكرا يا فندم. القعده الحلوه رح اقوم اعمل لكم طعم شاي هيك على كيف. تفضل علي. شو هالحكي؟ تفضل يا بي. جيب لي كاس مي يا بي. عمرك يا بي. عزات على المعقول. يلا. سعد لي مساكم. اهلين عمي شكري. اهلين شكري بي. اهلين عمي شكري. يلا يا عيدو شو صار بالشاي؟ تكي بغضا تكي. شو صار لك بغضا؟ ما بلح يا صبان. صاير عم تأخر لك عيدو. خير عمي. تسلم واليدين. صحتين وهنا. سليم. مرة مصطفى. عم اقول لحالي انه هذا ابو غضب بالعاده بيشرب له كاس الشاي صغيره، بس هالمره كاس شاي كبيره وارجيله وثياب جداد، كانه كبران البايع معه. شو رايك انت؟ هلا اشكال مسموعياته بالحاره عندكم مو تمام، بجوز يكون هابش له شي هبشه وما عم بيجوبه. والله وانا هيك عم اقول، بس يا ترى شو هالهبشه اللي هابشها؟ الله اعلم معلم، الله اعلم. والنعم بالله بسري، وإلا ما نعرف مين سبب المصايب بالحارة. معلم أنا رح ضل حوالي، وإذا قدرت أعرف أي شيء رح أجي خبرك دغري. أدى بسري، روح شوف شغلك. بأمرك. تفضل. يسلموا. مثل ما قلت لك يا ابن عمي انه هي ام رمزي مو سهله بنوب، وبتعرف تدق مسامير وعلى الثقيل كمان، ما بتخجل من حالها. يعني بفهم من كلامك انه كانت عم تسمع نسوان حاره الضبع مشان يوصلوا الكلام للعقيد راتب. والله ما بعرف يا ابو رسمي، حتى لأم عزام سمعتها كلام لتخرب بينها وبين بوران وأم زكي. الظاهر بدها كل نسوان الحارة يكرهون. يعني تقليعة من الحارة بأصول. لو تعرف شو قالت كمان. شو قالت لها؟ قالت إنه وراء قتل عزام هن رجال حارة الضبع اللي ساكنين عنا هون. يخرب بيتها، هي عم تربي بلا. عم قل لك حكيت حكي ما بينزل لا بميزان ولا بأبان. لك فظاعة على هالمخلوقة، ما شالت خاطر لحدا. حسبي الله ونعم الوكيل. زهود الله يخليكي، بدي اياكي تفتحي لي عيونك كثير منيح بعد ما تتزوجي، وخصوصا على عمك، يعني تشوفي لي كيف تصرفاته جوات البيت. ولا يهمك اخي، إذا كان عمي أبو بسام هو اللي أخذ ذهبات أبي أكيد رح يبين عليه. بالضبط، وهو المطلوب. أنت ما بيخاف عليكي؟ يعني وبلكي ما بين عليه؟ يعني أكيد هلأ أول ما تتزوجي رح يتصرفوا قدامك أي شيء غلط، بس مع العشرة أكيد رح تحسي. بصراحة أنا ما عم بفهم شيء، يعني خدني على قد عقلي، شو التصرفات اللي لازم يعمل عمك أبو بسام لحتى يبين إنه معه الذهبات؟ يعني بتلاقيه قاعد عم يفكر كتير، شارد، أو مثلاً عم يشتري شغلات هيك عليها القيمة. مين؟ عمك أبو بسام بده يشتري شي عليها القيمة؟ هات حلم إبليس بالجنة. إيه والله معك حق. المهم ديري بالك على حالك، وخصوصاً من عمك، ما أنه سهل بنوبة. رح أعمل جهدي لحتى أكشفه، معني أنا ماني حابة أكون هيك، بس رح أكسب ثقتهم ومحبتهم. ما قلت لك ما بيخاف عليكي؟ استغفر الله العظيم. حسبي الله. سلامتك أفكح، سلامتك يعني الله يرضى عليك. هاي الحشرية وكثرة الغلبة هي بطلة بقى، يعني هيك منيح صار معك هيك؟ عم بتزيد علي كمان، شايفني أنا مبسوط بحالتي؟ لك يا أخي والله ما عم جد عليك يا أفكح، بس يعني هاي الضربة مو كانت لازم لك، كان لازم لأبو النار، فهمت علي؟ الواطي أخذني غدر، بس لو شفته للعقيد أبو النار جن جنانه علي. عجبك لك أفرح كرامي لمحمد، عجبك؟ هلا أبو النار جن جنانه عليك؟ هذا ما بيجن على حدا ولا بيخاف على حدا. وليش ما يخاف علي؟
من طول عمر العقيد ابو النار صاحبي سيد رجال ومعشراني كمان. لك الا انا ما حبني، امنت بالله. طيب ليش؟ لانك ابو لسان طويل، عمايلك هي السبب. وشو بها عمايلي؟ ليش ما عم تعجب حدا دخلك؟ معروف بحطك بزمتي، انت ورا كل شيء عم يصير بحارتنا، واسطوله لابسعده انت اللي نكشت عليها. انا؟ ومين قال لك هالحكي سيد افكع؟ نسيت حالك لما كنت توعده لابو النار، ولا بتحب ذكرك؟ بوقت انا كنت مقهور وماني عرفان شو عم بحكي، بعدين الله وكيلك، قصة ابو سعده انا ما دخلني فيها. لكن مين دخله؟ لك شو بعرفني؟ شو بعرفني لك افكاح؟ ولما ابو النار قلعك من دكانته، شو عملت؟ شو عملت دخلك؟ شو عملت؟ اخي امنت بالله، هالزلم ما بحبني، الله بس ياخذ حقي منه بجاه سيدنا النبي. ابو نحلة، العادة غدتك اليوم مو زيادة، شو القصة؟ لا يكون اكلت نص الفلافلات. اعوذ بالله، اكلت بس قرش واحد. لك شو القصة؟ قلت لك ما بتعصبي. لا ما بعصب، قول. وعديني بالاول. خلص بوعدك ما بعصب، بقى هالجوهرة بقى. اليوم ابو معروف اكل علي فرانك، وفي واحد تاني ما حسبني بالمرة، قال لبكره دين. هلا هي هي القصة؟ هي 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 كل القصة. بسيطة، مو محرزة. بس شايفك معصبتي. لشو بدي عصب؟ قديش بيكون النقص هيك؟ ثلاث فرنكات بس، اللي عابين رح يعطيني اياهم بكره. بس اللي على ابو معروف ممكن ما رجع اياهم بالمرة. بسيطة، الله يجعلها أكبر المصايب. اطلع سبقني ونام، أنا لاحقتك. أجريه؟ بيجي نام عن تخت ولا على الأرض؟ كانت باطلة ومحولة عزيمتها. حكيت حكي بهز البدن. شو حكيت؟ شو ما حكيت، شلت شلي على حارة أبو النار وعلى حارة الضبع، وهذا الحكي كله قدامي اتضايق مسكي وبورا، وقالت من لما اجوا لعنا على الحارة جابوا معهم كل المشاكل. اي والله يا بي، لا قامت قيمة لحدا ولا احترمت حدا، وصارت تحكي حكي بينحكى وما بينحكى على رجال حارته اللي امسكي وبوران، وقال شو نحن رجال حارتنا كرهانين وبدهم يقلعون من الحارة. لا والأنكى من هيك، شو قالت؟ قالت شو قالت؟ احكي يا مو احكي، يا بي لازم يعرف. قالت انه ابو النار وراتب هنن وراء قتل ابنك. هي قالت هالحكي؟ اي والله يا بي، ما خجلت قدام حدا. يعني ضايقتنا كثير بحكي هالواقف. هذا مو حكيها، هذا حكي ابنها هذا الواطي. لا تسمعي لهون، لا تسمعي لهون وسيله، شيليهم من بالك، انسي خلاص. يلا حبيبتي يلا يلا روحوا، الله يبعث لكم ايام حلوه. الله يحل ايامك يا مؤدب يا محترم. شو عم ضحك الاولاد؟ شلحتوا كل شيء معهم؟ ها يا خرب بيتك شو محتال. لك حرام عليك يا ابو معروف، هدول صغار وما بيعرفوا شو عم يعملوا. صغار؟ انت لا بلوا على نياتك، ادعي عليهم وعلى اللي خلفك تخلفي عاطله. بعدين بدي اسالك، وين عده الفشه تبع الافكاح؟ بالحفظ والصون، بس اللي كيف صار؟ ألعن من الشيطان الرجيم، قط بسبعة ارواح. ابو معروف بدك تاخذني ازوره. خلص هي طمناك عليه، ليه بدك تزوره دخلك؟ زياره المريض واجب. صرت تعرف بالواجب يا ابو دقدوب، ايمتك كنا والشمس طلعنا؟ قلت لي واجب ما؟ سلام. مع السلامة. دبوسك يا ولد. أبو يحيى تعك سير السفرة. يلا جاي جاي. عدي يا مو. يلا بس لجيب إبريق الشاي. سعد صباحك أمي. صباحك يا مو. صباح الخير. صباح النور.
صباح النور يا بي. صباح الخير يا بي. الله يعافيك العافية يا بي. الله يعافيك ويخلينا اياك. سمو بالله سمو بالله. بسم الله. بسم الله. صباح النور. تفضل يا مو. الله يزيد فضلك. تفضل يا مو. شكرا أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. تفضل يا بي. هاتي كاسة لأخوك. جيبك يا بي ما تاكل. بيي بدي شاورك بموضوع قبل ما اطلع على شغلك. خير يا بي؟ بدي اخطب. عن جد عم تحكي يا بي؟ والله فرحتني بالخبريه. هلا انت عم تمزح معنا من الصباح؟ لك لا يا امي والله عم بحكي عن جد. مين هي؟ تعرفها اخي؟ ايه اختي ايه، شفتها اكثر من مره بالحاره. والله كثير عجبتني يا بيي وما بدي اياها تروح من ايدي. بتكون بنته لابو مصطفى وبتشتغل انسة مدرسه. ابو مصطفى ما غيره صاحب القهوه، عنده بنت انسة مدرسه. هو بذاته. شو قلت يا بي؟ شو بدي اقول يا بي؟ الله يتمم على خير وان شاء الله الف مبروك. يعني موافق؟ اكيد موافق يا بي، وبدي افرح فيك اليوم قبل بكره باذن الله. لك ان شاء الله بتقبر عيوني، ابني حبيبي رح يتجوز. لا 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 لا. فرحت لي قلبي يا اخي. الله يتمم لك على خير وإن شاء الله ألف مبروك. طولي بالك إختي، لسه ما منعرف رأي الجماعة. أبي بعد أمك لعند بنو ساعتها بصير في حكي رجال، والله يتمم على خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بحلين أبو قاسم شايفك هون. إي والله جاي بدي أشوفك لنخلص من القصة بقى. أنو قصة؟ ليش في غيرها؟ قصة أبو سعدو. لا تشغل بالك أبو قاسم، هي القصة ما لها حل. ما بصير راتب، ما بصير. هذا سعدو راسه يابس وتنح وما عم يفهم. إن شاء الله عمره ما يفهم. أنا رح خليه يفهم بالصرماية. عمي أبو قاسم أنت بتعرفني منيح. أنا لولا كرامة الزعيم أبو عزام كنت عملت مذبحة لأول ما لآخر. لا تضوج راتب. نحن هون ضيوف. وأنت من أساس الأمر مالك علاقة. نحن مالنا ضيوف، نحن غربة. مالك شايف كيف عم سمعونا كلام شروي غروي؟ شو بدنا نعمل؟ بدنا نصبر ولازم نلاقي طريقة نحل هالعي اللي بينكم وبينه. في حل واحد بس، إني كسر راسه وربيه. هذا مو حل. سعده شاب منيح وقبضاي، لولا هالسيرة هيدا طلعنا فيها. يا حيف، يا حيف على هالوقت. الصغير بيحكي والكبير بيسمع. خلاص ابو معروف، قلت لك موافقه روح. ان شاء الله بتسلمي لي يا رب. لكان جهزي لي حالك رايح لاجيب الشيخ وارجع. بدك شيء يا عمري؟ سلامة قلبك، روح الله معك. ولك دخيلك ماني من جيلك. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة ابن عمي. اكتب يا ابو منشار اكتب. ويبقى الضبط مفتوحا حتى نعثر على القاتل ويأخذ العقاب العادل. ايش رايك يا طويل العمر؟ زين؟ ماشي الحال. كان بودي القاها بساعة، والعود والمعبود ما ظل حدا ما حققنا وياه وما لقيناه لهالجاني الكلب. إلا ما يوقع. إي بالله تقول الصحيح. وين يروح من ايدي؟ وين؟ انا يا ابو مشعل اخو عوش، والله والله لو كان بثمة السبع غير انك اضبه. جزاكم الله كل خير، ما قصرتوا. يا ابو عزام ما تواخذنا، انقصرنا قطيمونا. اجت شي مره هي وبنتها استكروا بيت هون بالحاره. من ايمتى؟ من شي شهر. ما اجتنا عندي. يعطيك العافية. الله يعافيك. مثل ما قلت لك يا مختار، هذا كله مجاكرة فيني. هذا شكري طلع واحد ندل وما نو سهل بنوب. بصراحة أم رسمي حكت لي على اللي صار وتفاجأت كثير. لا تفاجأ عمي، القصة صارت واضحة كثير. أنا هلا ماني فاضي له، تاركه، بس ما راح يسلم مني. أهل الحارة بيحبوك وأنت كبيرهم،
وشو بتقول لهم؟ بيقولوا لك حاضر. وهذا المولدان الا ما يجي يوم ويهدى. انا كنت افكر مثلك يا مختار، بعدين صرت شوف شغلات كثيره انا ما كنت شايفها من قبل. يعني بتقصد انه ظهرت نوايا العاطله؟ اتركه يسرح ويمرح على كيفه الا ما يوقع تحت الضرب. بيني وبينك اهل حارتنا عم بيحكوا عن اهالي حاره الضبع واهالي حاره ابو النار، وبدهم اياهم يطلعوا من حارتنا، وهذا ما بيجوز. ابنه راتب والعقيد ابو النار عم يسمعوا كثير وقليل، وانا ما بجبر حدا يطلع من الحاره. شن الجماعه ما عم يعملوا مشاكل بنوب وانت بتعرف. الله يظهر الحق. انت وكيلة نفسك يا ام زكي؟ ايه شيخي، انا وكيلة نفسي، بس بدي وكل ابو مرزوق بكتب كتابي. موافقة تتجوزي ابو معروف على سنة الله ورسوله؟ ايه شيخي موافقة. اتكلنا على الله. على بركة الله، خلونا نكتب الكتاب حضور الشهود. ان شاء الله الف مبروك يا ابو معروف. الله يبارك فيك يا ابو مرزوق وعبال اولادك ان شاء الله. الله يحفظك. اشو خاي ابو معروف، ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. ابو معروف حط ايدك بايد ابو مرزوق. تؤمر شيخي؟ يا سيدي هات. زوجتك موكلتي. اذا كان بدك يعني تجوز يا بي من بعد اذنك يعني، ولا تزعل مني، انا لازم افتح محل لحالي. ايوه وليش بقى؟ بعدين ليش عم تحط جيزتك حجه؟ لا لا ما عم حط حجه، بس عدم المؤاخذه، اللي بده يجيب بنات الناس لعنده بده يعزها ويكرمها، مو ينيمها جوعانه. وشو ناقصك شكري يا افندي؟ بعدين الدكانه لمين اخرتها؟ مو لإلك؟ بعرف لإلي يا بي، بعرف لإلي، بس عم اقول لحالي بدنا نضل بهالدكانه المأنشحة، يعني ما بدنا نوسع شغلنا. اللي بده يوسع شغله بده يكون مليان. يعني بفهم من كلامك ما حتخليني افتح محل تاني. ما في داعي. انت يا ابني في انواع من القماش بعدك ما بتعرفها، يعني ما عندك خبره. البركه فيك، انت بتعلمني. هلا انسى لي احلامك واهتم لي بجيزتك. هلا صارت احلام؟ اي الله يسامحك، الله يسامحك. ومين بده يقعد معي بالبيت يا ام زكي؟ يوه لا كلك فكري، ببقى بطلطل عليك ولا يهمك. يعني ما رح تتركيني لحالي؟ علينا، لا ما رح اتركك لحالك، كل ما لقيت حالي فاضيه بجي بقضي نهاري عندك. الله يخلي لي اياكي يا حق. لك يلا يا ام زكي خلصينا، نروح على بيت لشيء. يا مر قلبي شايفه قديش مستعجل لك بدارك. لك يلا بقى تاخرنا، حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يلا ابن عمي يلا جايه. مع السلامه تقبرين، الله يوفقك مع ابو معاذ. الله يحفظك يا هدى. يلا 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 ابن عمي جيت. لا تواخذي ابن عمي، تاخرت عليك شوي. مو يلا امشي وراي. يلا ماشي تقبرني، روح انا وراك والزمن طويل، روح. شو عم تحكي يا مرزوق؟ أبو معروف تجوز ام زكي؟ ايه تجوزها، وانا كنت شاهد على كتب الكتاب. العمى شو صار بعقل هالمخلوقه؟ لك شو صار بالدنيا؟ ليش هي في عقل؟ الله يثبت علينا العقل والدين. يا سيدي لو فيها عقل ما قبلت بهيك زلمه. يا سيدي قدري ولقيت غطاها. قلتلك يا ابو مرزوق فولي ونقسمي. الله يوفقني يا بي، الله يوفقه. امين يا رب. امين الله يوفقهم. شو دخلنا فيهم نحن عمي؟ باليمين تقبريني باليمين. ايه بعرف مشان حظي. اللهم صلي عليك يا رسول الله. ايه شو هالقمر؟ مين وعي ابو معروف؟ هي مرت ام زكي ست زهور. شلون؟ جوزت علي يا ابو معروف؟ بالحلال وحياتك بالحلال، ولسه الثالثة على الطريق. شو عم تقول؟ رح نمزح ترى بقلبها. فكرت قلعلي. اسمع ابو معروف، ام زكي مالها قاعده عندي بنوب. مو على كيفك بنوب، شرفي تقبرين على بيتك ومطرحك. لا تقبرني، الرجال قوامون على النساء ابن عمي. ان شاء الله بتكفلين. انا ولا يكون رجال يا بعدي. دري ولا تقدمي، شرفي شرفي بنت عمي. يلا ابن عمي وعي. لا تقبرني روحي. تقبري قلبي، تفضلي بنت عمي تفضلي قدامي.
قدامي الله يسامحك. الله لا يسامحك. الله لا يسامحك. مين بده يدق علينا؟ صاير كل ما بيندق هالباب ما بعرف شو بصير لي. ما في غير ابو رضوان، مين بده يكون غيره؟ ما حدا بيعرف. يلا قايمة افتح. عادي انا قايمة افتح له. كملي اكلك. مين؟ ابو رضوان افتحي الباب. يلا جاية جاية. تفضل. يلا يلا. خير شوفي ابو رضوان شو جابك؟ استهيت لكم شوية حلو، تفضلي. ما بدنا غير سلامتك، ليش معذب حالك؟ كتر خيرك. كان ما في شيء من واجبك، خذي من ايدي. يسلموا. طمنيني، ان شاء الله عجبك البيت. ماشي حاله، ساترنا. اماني، إذا بدك شيء امرقي لعند مني على الدكان، شو بدك تكرم عينك؟ ما بتقصر، الله معك. ايه بخاطرك. مع السلامة. يبعت له داء السلمة أغلظه، جايب حلو قاعد يحلى وبره إلهي، شكله حاببنا. منيح يا مو؟ إلها مو منيح حبيبتي. ليش؟ لأنه بصير سري مري، رجله بتاخد لعنا وأنا ما بدي حدا يدرى فينا. كلي كملي اكلك كملي. بعت له حمى ما اغلظه. يا ميت اهلا وسهلا يا ام يحيى، نورتينا والله. منوره بوجودك ان شاء الله. ان شاء الله ما تواخذيني، انا جيت لعندك من غير موعد، بعتذر منك. ولو بتشرفينا امتى ما بدك. بصراحه انا جايب موضوع خاص، جاي اطلب ايد المحروسه بنتك كرم لابني يحيى. قلنا الشرف يا ام يحيى، بس مثل ما بتعرفي الشور للرجال. مزبوط كلامك، يمكن تقولي عني مستعجله شوي لانه ما منعرف بعضنا، بس ابني يحيى شافها للمحروسه بنتك وعجبته كثير. ان شاء الله بيصير خير، بس يعني ما شفتك قبل هيك بهالحاره. انا اجيت من فتره، كنت عايشه ببيروت والله. نورتينا ونورت الشام كلها يا ام يحيى. منوره باصحابها. اهلا وسهلا خاله. الله يسلمك. تفضلي. تفضلي يامو. يسلموا يامو. معناها انت كرم انست المدرسه. اي نعم انا. ان شاء الله ما تبلي يا رب، يا ارض احفظي ما عليكي، ان شاء الله بتصيري من نصيب ابني يا حق. خجلتي يا ام يحيى. يعني اذا محروقين مو نعمة ما بيتاكلوا يعني؟ لا ما بيتاكلوا. شو بدك هلاك؟ ما بدك اياهم؟ لا ما بدي اياهم. فرقنا بيحة طيبة معك بطلنا المصلحة. يلا رايح. رب ما اخفظك شحيح. في عالم بتكافك المصلحة. سبحان الله. مرحبا ابو نحلي. احليل احليل عبد العظيم. شرف اخوي لك برقبتي ديني حق سندويشة فلافل. اي كتر خيرك والله تشرين لي هديه. ليك صحيح نسيت ايش بدي اقول لك. صار عندي زيت على كيف كيفك. مر لعندي على الدكان خذ لك تنكي. اه قد ايه بتاخذ حق التنكي؟ قد ما بدك. قد ما بدي خليهم اثنين معيش. اهلا وسهلا. كتر خيرك. كتر خيرك يا اخوي كتر خيرك. والله ما بي منه هالعبدي. اخي يا فلافل يا فلافل يا فلافل يا فلافل. قريب قريب على الفلافل. بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل كل هو الله احد، ما دبلي الهي على هالطله. تسلمي لي تسلمي لي يا رب. يسلموا هالايدين يسلموا هالايدين يا عزيزي. والله انت عزيزي على قلبي. تسلمي لي شو حلوه وراكزه. هاد من ذوقك خالتي ام رمزي. تسلمي يا رب تسلمي. روحي امي هدي على الطبخه. حاضر يا ام. هيك هيك ما يبلى هالاوام. اللهم صلي على النبي اللهم صلي على النبي. ايه اختي ام بسام، انا جاي اطلب ايد عزيزه لشكري. يبر قلبي وحيد مالي غيره، بدي افرح فيه وجوزه. لك الله يفرحك فيه. والله شكري على سلامته ما في منه. حتى فكري وبسام بحبوا كثير قعدته. انا مشان هيك عم اقول ان شاء الله نصيبنا يكون عندكم. يعني مثل ما بيقول المثل، حارتنا ضيقه ومنعرف بعض. ايه ليش لا؟ بس انا بدي اخذ وقتي،
لأنه لازم خبرها وخبر أبو بسام. خدي الوقت اللي بدك يا تقبري قلبي. إيه الله يقدم اللي فيه الخير. آمين يا رب العالمين. يجعلك يا عزيزي من نصيب ابني شكري، إلهي وسيدي ومولاي.